عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع، نتمنى دائما السلام للجميع. طبعا يا اخوان اليوم هنفرجيكم اترك الكلب اللي لا يمكن انك تهرب منه الا بدك مناطق مرتفعة وعالية، راح يطولك ويمسكك. طبعا هذا الكلب مدرب جيدا، يعني انا ويا اصدقاء واصحاب، لكن في نفس الوقت بدي افرجيكم شغلة. اقعد اقعد، تعال تعال تعال. كيت رح نطلعه ينط على مرتفع، حينط فوق الجيب لو هربت منه، مرتفع عالي راح يمسك. اثنين، هو مدرب هجوم لكن على الاوامر. خليك اقعد، خليك اهجم. يا سلام، خلص خلص، يلا معطيها حميد. خلي الكلب لازم ياخذ الايد على اساس. يا سلام، نفرض انه واحد شرب وطلع فوق جيب عالي وبده تلحقه الكلب. هون مش كل الكلاب تقدر تطلع، في كلاب تقدرش تطلع بتاتا. خليك اقعد، موت موت، خليك دنت لك دنت 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 دنت. Thank you.
يلا